يا صباح الزمالك ونهاركم ابيض بخطين حمر مشاهدينا الاعزاء من كافه انحاء مصر والوطن العربي تحديدا جمهور نادي الزمالك العظيم. اهلا وسهلا بيكم ويوم جديد بنبداه مع بعض يوم الاربعاء 8 فبراير وحلقه جديده من برنامجكم نهارك ابيض. طبعا الناس من امبارح لسه زعلانين اكيد من الخساره الكبيره اللي تعرض ليها فريقنا ضد فاركو، زعلانين من اللعيبه، زعلانين من الاداء، زعلانين من الروح اللي ظهر بيها اللعيبه واللي ظهر بيها الفريق بشكل عام وما عكستش ابدا ولا مستواهم ولا عكست حتى قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، تيشيرت نادي الزمالك العظيم اللي ادى لكل لاعب فيهم شهره وفلوس واسم كبير وكل حاجه. طبعا التيشيرت هو اللي اداها لها، لكن طبعا هم ما قدروش ان هم يظهروا بالشكل اللي يليق بالتيشيرت ده ابدا. ما يخليناش نقول ان ده نهاية المطاف، بنقول دايما انه لو في صفحة فيها تعثر او صفحة سيئة احنا بنقفلها وبنبص على الصفحة اللي بعديها على طول. فيوم الجمعة عندنا مباراة مهمة في البطولة الاهم بالنسبة لنا حاليا كزملكاوية واللي غايبة عننا بقالها كتير، بطولة دوري ابطال افريقيا. عندنا مباراة مهمة يوم الجمعة اللي جاية امام شباب بلوزداد الجزائري، والحقيقة ان جمهور نادي الزمالك مستني ان اللعيبة تصالحوا، مستني ان لعيبة الزمالك تصالحوا في المباراة ديت ويفتكروا كده الموسم اللي فات، نفتكر مع بعضينا وهم يفتكروا كويس قوي، لو مش فاكرين احنا نفكرهم باللي حصل في الموسم اللي فات. جمهور الزمالك ما كانش متخيل ابدا في ان هم في مباراه الدور الثاني، مباراه القمه في الدور الثاني من الموسم اللي فات، ان هم يقدروا يرجعوا في المباراه. المباراه دي كنا متاخرين فيها وكنا خسرانين فيها وقدرنا ان احنا نرجع في المباراه ديت وقدمنا اداء ولا اروع، والمباراه ديت كانت بدايه انطلاقه لموسم كامل. حولوا الهزيمه في المباراه ديت لواحد من افضل المواسم اللي قدمها الزمالك في تاريخه. هي دي المنتدى اللي احنا عايزين نعملها. جمهور الزمالك زعلان اكتر حاجه مش من الخساره بس، احنا زعلانين لانه احنا عارفين ان احنا نقدر نقدم اكتر من كده بكتير، وعارفين ان اللعيبه دي تقدر، وعارفين احنا عندنا ايه الموسم دوت، ايه البطولات اللي احنا بنحلم بيها الموسم ده، ولو فضلنا بالمستوى ده احنا مش هنقدر نحقق احلامنا. فواجب على اللعيبه ان هي تدرك قيمة البطولات اللي هي داخلاها وقيمة البطولات دي بالنسبة للجماهير. والمطلوب من الجماهير أيضا في الوقت ده هي وحدة الصف. محتاجين نوحد صفوفنا يا جماعة. جمهور الزمالك أنا عارف إن هو مش محتاج توصية وعارف إن هو هيخلص كل تذاكر مباراة شباب بلوزداد المتاحة، وأول ما هتنزل هيخلص كل التذاكر، ده شيء أنا عارفاه وشيء جمهور نادي الزمالك مش محتاج توصية مننا عليه. ده وقت الوحدة. ده وقت ان احنا نكون كلنا واقفين ايدنا في ايد بعض، نكون واقفين ورا ادارتنا، ورا اداره نادي الزمالك، ورا جهاز الفني لنادي الزمالك، ورا اللعيبه. لازم نكون واقفين في ظهرهم لانه ده لا وقت نقد، لا وقت انتقاد دلوقتي، ولا وقت اي حاجه سلبيه ممكن توقع الدنيا اكتر. احنا واثقين ان هم مش هيخذلونا، واثقين ان الصحوه هتكون قريبه. والحقيقه انه احنا هنا بنوجه رساله لصفحات التواصل الاجتماعي المحسوبه للاسف محسوبه على نادي الزمالك. واضح جدا ان الحرب على نادي الزمالك واضحه من كل الاطراف، يعني في حرب واضحه جدا على نادي الزمالك ما حدش يقدر ينكرها. ما ينفعش احنا كمان نكون عبء على النادي ولا على الفريق. ما ينفعش انت كزملكاوي تكون عبء على النادي، النادي دلوقتي محتاج ان انت تكون واقف في ظهره. ما ينفعش تكون انت بنفسك كزملكاوي عبء على النادي. ما ينفعش تكون انت سلاح في ايد الاعداء او في ايد الناس اللي عايزه تهدم النادي وعايزه توقع النادي، وهيكونوا سعداء جدا جدا وانت بتتاخر وانت بتتخانق مع بقيه ناسك وبقيه الناس الزملكاويه. ده هو الهدف اللي هم عايزينه، ومش عايزيننا ابدا نكون ايد واحده، وده المطلوب ان احنا نكون ايد واحده في الفتره اللي جايه.